يسعد مساكم يا خامس ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الأربعاء الموافق 9/12/2020. اليوم إن شاء الله رح ناخذ ورقة عمل رقم 2 على نشاط المعلم الصغير. رح يكون عنوان الحصة لليوم اللي رح نعمل لها مراجعة ونطبق عليها النشاط اللي هي مصادر الطاقة. نيجي نحل مع بعض ورقة العمل هاي. السؤال الأول، ما مصادر الطاقة؟ طبعا إذا بتتذكروا إحنا حكينا مصادر الطاقة لها نوعين، النوع الأول مصادر طاقة متجددة والنوع الثاني مصادر طاقة غير متجددة. من الأمثلة على مصادر الطاقة المتجددة فراغ وفراغ. من مصادر الطاقة المتجددة حكينا عنا الشمس وعنا الرياح، فإذا بنحط الشمس والرياح. اللي بعده بحكي لك من الأمثلة على مصادر الطاقة غير المتجددة. مصادر الطاقة غير المتجددة اللي بمثلها اللي هو الوقود الأحفوري بأنواعه. طيب اللي بعده، ما هي أنواع الوقود الأحفوري؟ إيش أنواع الوقود الأحفوري؟ في للوقود الأحفوري 3 أنواع اللي هم النفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي. السؤال اللي بعده، ما أشكال الطاقة؟ الطاقة لها 5 أشكال، إما طاقة كيميائية أو طاقة حركية أو طاقة كهربائية أو طاقة ضوئية أو طاقة حرارية. هذول هم أشكال الطاقة. طبعا الطاقة بتتحول من شكل إلى شكل آخر. ومن الأمثلة على عنا عن الأشياء اللي بتحول الطاقة عنا من شكل إلى شكل تاني اللي هي الخلايا الشمسية. فبقول لك تحول الخلايا الشمسية الطاقة فراغ إلى طاقة فراغ. يعني من إيش لإيش بتحول الخلايا الشمسية الطاقة؟ بتحول الطاقة أي طاقة حرارية إلى طاقة شو؟ إلى طاقة كهربائية. اللي بعده بحكي لك، تتواجد الخلايا الشمسية على نطاق واسع بالأردن في فراغ وفراغ. إذا تتواجد الخلايا الشمسية على نطاق واسع وين بالأردن؟ في منطقة معان ومنطقة الأزرق. الفرع اللي بعده، من الأمثلة على تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. مين عندنا في جهاز بحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية؟ اللي هي مثلا المروحة. المروحة مصدر كيف بتشتغل؟ بتشتغل على الكهرباء، فمصدر شغلها اللي هي طاقة كهربائية. لكن لما بتشتغل بتتحول هذه الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية اللي هي حركة الشفرات تاعت المروحة. اللي بعده، من الأمثلة على تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. إيش في عنا إشي مصدر طاقته كيميائي وبيتحول لطاقة كهربائية عنا اللي هي البطارية. من مصادر الطاقة غير الملوثة للبيئة، إيش في عنا مصادر الطاقة بتكون غير ملوثة للبيئة؟ اللي هم مصادر الطاقة المتجددة. فمثلا عنا الشمس وعنا الرياح عنا الماء. آخر فرع، بقايا النباتات التي دفنت في طبقات القشرة الأرضية وتعرضت لحرارة وضغط عاليين مع مرور ملايين السنين. من هو هذا؟ اللي هو الوقود الأحفوري. وهيك يا خامس بنكون خلصنا ورقة العمل. الدرس اللي عليكم إنكم اليوم تشرحوه اللي هو درس مصادر الطاقة. يعطيكم العافية مس.